طبعا حازم امام، شئين الزمالك، اسامه نبيه لعب في اكثر من مركز. ادي العرضيه وادي الرأسيه، ادي الثاني الانبي. 4-2 وسط. الحديث عن ناشئين الزمالك اللي لعبوا الفريق الاول وتألقوا، يباغت على طول محمود الشناوي اللاعب محمد النحاس ويسجل الهدف الثاني عن طريق عرضيه متقنه من اللاعب اللي قلت لحضراتكم عجبني جدا علي فوزي. شوف علي فوزي يعمل عرضيه والرأسيه من اللاعب محمد النحاس البديل يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 92 لصالح نادي انبي. الزمالك تعامل ببعض من الهدوء في الشوط الثاني. تخيلوا الشوط الثاني خلص 2-2، لولا ثنائية ناصر ماهر في الشوط الأول كان الموضوع هيبقى مختلف. شوط أول 2-0، شوط ثاني 2-2،